نص معلوماتي مهن وأعمال. منذ القدم اعتاد الناس أن يخرجوا كل صباح إلى أعمالهم وأن يعودوا في آخر النهار إلى بيوتهم وأصلهم. دعنا نتعرف الآن على بعض المهن التي يمارسها الناس حول العالم. الطبيب. الطبيب هو الشخص الذي نذهب إليه عند إصابتنا بالمرض، فعمله أن يفحصنا ويحدد مرضنا ويصرف لنا الدواء. عمل الطبيب يحتاج إلى ذكاء وعلم والصبر وإلى قلب رحيم يتعاطف مع المرضى ويرحم ضعفهم. المهندس. هل مررت وأنت في طريقك إلى المدرسة بجسر أو نفق؟ هل فكرت يوما في الشوارع الواسعة المرصوفة والمساجد والأبراج والبيوت والمراكز التجارية؟ إنها كانت يوما رسما على ورق، فمن الذي صممها؟ إنه المهندس. عمل المهندس يجمع بين الفن والعلم والحساب والرسم، ويحتاج إلى دقة وخيال. الإطفائي. هو من يطفئ الحرائق ويخاطر بحياته لينقذ الناس، فهو مدرب على إنقاذ الناس في حوادث السيارات والغرق والحرائق والانهيارات. عمل رجل الإطفاء فيه كثير من المخاطر، لذلك فهو يتطلب شجاعة ومهارة وسرعة. المعلم. المهن الكثيرة متنوعة، فهناك المحامي والقاضي والجندي والشرطي والمحاسب والمدير والمبرمج والموسيقي والكاتب والفنان والممثل. وهناك من قرر أن يساعد كل هؤلاء، إنه المعلم. المعلم الذي يبقى أثره طوال حياتنا. كل المهن مهمة وليست قيمة الإنسان في مهنته، بل في خلقه وأدبه وعلمه وجده وإتقان مهنته. أنشطة درس مهن وأعمال. لا علامة صح أمام المهن التي تحدث عنها النص: التعليم والإطفاء والهندسة والطب. استخرج من نص مهن وأعمال ما يأتي: كلمة بمعنى يرحم، يتعاطف، ضد كلمة حقيقة، خيال. وظيفة من يعزف على البيانو، الموسيقي. كلمة بمعنى المباني العالية، الأبراج. كلمة بمعنى سقوط المباني، الانهيارات. اكتب اسم المهنة التي توضح كل جمل فيما يأتي: يقضي بين الناس، هو القاضي. ينظم حركة المرور، هو الشرطي. يدافع عن المظلومين، المحامي. يؤلف قصصا، هو الكاتب. اصنع روابط. اطلب مساعدة من احد افراد الاسرة، واكتب قائمة بالاعمال التي تفرح والده. اصنع روابط من النص الى العالم.
أبحث بمساعدتي أحد أفراد الأسرة عن النبي الملقب بأبي الأنبياء وتحدث مع زملائك. بطاقة الخروج، ماذا تريد أن تصبح في المستقبل ولماذا؟